وردوان وينه؟ هو في اللعب يدو. ومن ايش جرى ابو جاو؟ ما بعرف. رضوان؟ نعم بابا. تعال عندي ابني لاشوفته. نعم بابا. ايش بك روحي؟ والله ما بعرف يا بابا، جاي كثير عم يوجعوني. لك سلامتك روحي، سلامتك بابا. تعال شوف. روحي وقعد شي على اجريك يعني؟ لا لا ابدا بابا. بابا لا تضل لدوان اكثر مني. لا روحي ما في حدا اكثر من الثاني، بحبكم انتو الاثنين، بس روحي مثل ما لك شايفه، رضوان مرضان شوي ولازم اخفف عنه الوجع. يا ربي لون بدي هلي بابا يبني ويدلني اكثر من رضوان. يا اولاد صباح النور بابا. شلون صرت رضوان؟ الحمد لله بابا احسن ما ضل شيء. اخي يا ادلي سلامتك روحي، ايش بك انت كمان؟ ادلي ابي وداوني يا بابا. ويعني ان شاء الله روحي، طيب واحد بتمرض الثانيه يعني؟ بابا. نعم بابا. في موضوع ضروري بدي احكي بيني وبينك قبل ما تنزل. اخي يا ادلي سلامتك من الاخ لولو. يلا بس دقي اشوف ايش بده رضوان واجي لعندك. مو خير رضوانه، شو هالموضوع اللي بدك تحكي معي؟ تعا قوم لاشوف لعندي. شفك شغلت لي بالي بابا، من وقت ما قالت تهلا الجهه بيوجع هو انا فورا شكيت بالموضوع. اي موضوع بابا؟ ما فهمت عليك بابا. تهلا عم تكذب. عم تكذب؟ اي بابا عم تكذب. وانت ايش عرفك بابا؟ اعطيني منك 10 ليرات لو سمحت. تفضل بابا. قولي انزل اشتري اكلات مشان ما تتسجل علي انا كمان كذبة. ابني ما عم بفهم عليك شي، ايش عم تعمل انت؟ بابا انت قولي هيك وبس لو سمحت. طيب روح انزل اشتري اكلات لاشوف. خلص بابا خليك انت بيركم لو سمحت، لازم ادخل وافهم لتالا انه الكذب حرام. طيب روح. تالا وين جاكيتي؟ لف. بابا اعطاني 10 ليرات وقال لي انزل اشتري اكلات. وانا نزلت الاكلات. لك مو جاكي عم يوجعوكي؟ لا يا رضوان نسيت. اخ يا ادلي. لا يا تالا ما صرت اعمل هيك، هذا اسمه كذب والكذب حرام وحبله قصير. صح. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء اللي هلا عملتيه انت كله اسمه كذب، ماما وبابا ما علمونا هيك. صح. لما تعيد هالحركات ابدا مو؟ خالص. يلا هي 10 ليرات، 5 إلي 5 إلك، امشي نروح نشتري فيهم اكلات انا وانتي. يلا امشي. استني دقيقة. بدي احكي كلمتين على الكاميرا. اكيد وصلتكم الرسالة مو؟ اللهم اجعلنا من الصادقين دوما وابدا، وانتو فضلا وليس امرا. لا تنسوا تحطوا لي لايك وشير سبسكرايب